أما أهل الحب فلا يشعروا لا بألم ولا بوجع ولا بشيء في الحياة، بل يرى الحياة كلها لذة، لذة لذائذ متتالية، هذا الحب الإلهي. أما ومن الحب يا ابني لا تظن أنك أحببت وأنت على خلقك الناقص، إياك أن تظن أن إنسانا يحب الحب الكامل وهو على نقص، ما ممكن. من أحب الكمال لا بد أن يكمل في الكمال، أما ما دام لسان ناقص وكلام ناقص وشدة أو عنف، ما أخذ من كلام الله الحليم، ما اتصف بصفات الله الصبور، ما اتصف بصفات الله الكريم، فهذا تسماها رزق الحب يا ابني. لذلك في مسلك الذاكرين يا ابني قالوا الذاكر لا يبدأ حبه لله إلا بعد أن يطبق 99 خلق اسم من أسماء الله في نفسه. 99 اسم بدك تحصيهم في نفسك خلقا، خلقا ما قولا، إن لله 100 إلا اسما، من أحصاها دخل الجنة. الناس شو ظنوا؟ يبدأ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أراها 100 اسم ما شاء الله صنع الجنة. لا يا حبيبي، أسماء الله تسري فيك أخلاقا، تسري فيك صفات، تسري فيك معاملة حتى تكون من أهل الكمال، هذا محبة الله. أما بحب الله وأحوال وأنوار وتجليات وأشكمال وكلام وما شاء الله، لكن لسان يشتم، لسان قاسي، غير لطيف، معاملة قاسية. أنت لسه ما أخذت من حلم الله، من حلم الله الله حليم، العباد يعصوه ويرتكبون الذنوب والخطايا، والكفر بيكفروا وجعلوا له أبناء، ويحلم عليهم ويرزقهم ويعطيهم. هي صفة من صفات الله، هي بدها تصير في المريد، بدها تصير في الأخ الذاكر هيك. أما ذكرنا وصار معنا أحوال وانت على حالتك ما تغيرت، لسه ما حبيت الله. انت انتسبت لكن لسه ما تخلقت. انت بتتخلق لما الساعة تبعك الرمدية بتقلبها، تتغير صفاتك الناقصة الى صفات كاملة، الفاضي بيصير تحت والمليان فوق، فبدك تملي من المليان الى الفاضي، حتى الفاضي يصير كله مليان، عندها كملت بحب الله وذكر الله. هذا الحب يا ابني. فلذلك يا ابني زينوا حالكم على هذا الحب، زين حالك. هل انت احببت؟ هل تبدلت فيك الصفات؟ ولا قبل الحب وبعد الحب مثل بعضنا؟ قبل الحب شدة وبعد الحب شدة، قبل الذكر شدة وبعد الذكر شدة، قبل الحب لسان فلتان، أنه هيك الحياة، هيك المجتمع. لا يا ابني، لا مجتمع ولا كمال، أنت مع الله ولا مع الخلق؟ فإن كنت مع الخلق فمحجوب عن الله، وإن كنت مع الله فلا تنظر إلى الخلق إلا أنهم إبداع من إبداعه وإيجاد من وجوده، فلذلك بتكرم الخلق لأن الله خلقهم، لا تسيء إليهم